تحكيش يا صاير. رح جيب أحلى بيبي من أغلى إنسان بحياتي. فيفيان حبلي. حبلي؟ من وين لوين؟ كيف بتعمل هيك بدون ما تسأليني؟ أما وسام اليوم بحس حالي عم بحترق أكتر. لا أنت عن جد شنيتي وسام، هلا عليك أنت مسؤولية كبيرة. صار في ولد بالضرب، يعني ما عاد فيك تركض وراء أحلامك وأفكارك مع بنت تانية. آخر الليل وسام يوميا بعد الأخبار على MTV.